الثعلب والفأر الصغير. كان الثعلب يريد أكل الفأر الصغير. اختبأ الفأر الصغير بسرعة داخل الجحر. قال الثعلب: أيها الفأر الصغير، سأنتظر عند مدخل الجحر، ولا ريب إنك ستخرج عاجلا أم آجلا. قال الفأر الصغير: جحري به مداخل كثيرة، عندي كفايتي من الطعام اللذيذ، فلا تتعب نفسك بالانتظار. اقتنع الثعلب بكلام الفأر فتخلى عن فكرة أكله.